والله ما شاء الله سريعين انت بالاسرع مني في العودة للمحاضرة. طيب كنا عم نتحدث قبل انقطاع البث زي ما بيحكوا عن الكينيماتيك فيسكوسيتي مقابل شو سميناها، في حد متذكر مقابل ايش؟ دايناميك. ايوه مقابل الديناميك فيسكوسيتي. لاحظوا ديناميك فيسكوسيتي اللي هي الفيسكوسيتي العاديه اللي احنا اللي الان كنا عم نتحدث عنها. فاذا ذكر لفظه فيسكوسيتي ولم يوضع وصف مقابل يعني امامها، ما حطينا كلمه ديناميك، حكينا بس فيسكوسيتي، فهي الديناميك فيسكوسيتي. فكلمه ديناميك فيسكوسيتي او فيسكوسيتي هم بنفس المعنى نفس الامر، بس اذا حطينا كلمه كينيماتيك فيسكوسيتي لا بيختلف المعنى. شو هي الكينيماتيك فيسكوسيتي؟ الكينيماتيك فيسكوسيتي هي الديناميك فيسكوسيتي تقسيم الدنسيتي. فهي الفيسكوسيتي تقسيم الدنسيتي وحداتها متر سكوير بير سكند. الان ليش بيستعملوها؟ صير الناس كثيرين غلبي وبيحبوا يستخدموا الكينيماتيك فيسكوسيتي. ليتر انتم في ماده اسمها ترانسبورت فينومينا ما بتاخذوها، بياخذوها في الماجستير، وفي بعض برامج البكالوريوس بتكون محطوطه في كجزء من برنامج البكالوريوس، بيكونوا دامجين الفلويد ميكانكس والهيت ترانسفير والماس ترانسفير مع بعض في ماده الترانسبورت فينومينا اللي هي ظواهر الانتقال. لاحظوا الفلويد ميكانكس هي في انتقال، والهيت ترانسفير برضو في انتقال الحرارة، والماس ترانسفير في انتقال للماس. الفلويد مش انتقال للماس وإنما انتقال للفلويد نفسه، هذا فلويد. فهذول الفلويد ترانسفير والهيت ترانسفير والماس ترانسفير، لاحظوا ترانسفير 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 مشتركة بيناتهم، فبيدمجوهم في سبجكت موحد بسموه الترانسبورت فينومينا. في الترانسبورت فينومينا في هناك أوجه شبه كبيرة بين الفلويد ترانسفير والهيت ترانسفير والماس ترانسفير. من أوجه الشبه في إشي اسمه اللي هو حيمر عليكم في مادة الهيت ترانسفير، إشي اسمه الثيرمال ثيرمال ديفيوسيفيتي. أوكي، وبيمر عليكم في الماس ترانسفير إشي اسمه الماس ديفيوسيفيتي، ويقابلهم بالفلويد فلو الكينيماتيك فيسكوسيتي او الفلويد ديفيوسيفيتي. فبالتالي كلهم سواء كانت الكينيماتيك فيسكوسيتي او الثيرمال ديفيوسيفيتي او الديفيوجن كوفيشنت او الماس ديفيوسيفيتي، ماس ديفيوسيفيتي ثيرمال ديفيوسيفيتي والكينيماتيك فيسكوسيتي، كلهم لهم نفس الوحده هاي متر سكوير بير سكند. هذا من حيث الساينس. وفي بعض الأجهزة بتقيس الكينيماتيك فيسكوسيتي مباشرة، وبالتالي بإمكانك تستنتج منها حسابيا بمعرفة الدنسيتي تحسب الديناميك فيسكوسيتي من هذه الأجهزة اللي بتقيس. فبيهمنا نعرف شو تعريف الكينيماتيك فيسكوسيتي. It is the viscosity divided by the density. يعني هون بعض المعلومات بعض الأرقام حتى يكون في عندنا feeling للأمور هاي. لاحظوا الديناميك فيسكوسيتي شو الوحدة تاعتها، والكينيماتيك فيسكوسيتي شو الوحدة. الآن قبل شوية دوبنا حطينا تعريف للكينيماتيك فيسكوسيتي اللي هي الفيسكوسيتي divided by the density، والوحدة تاعتها متر سكوير بير سكند بالاس اي يونتس، بسموها إلها اسم متر سكوير بير سكند، إلها اسم بسموها ستوك. okay. والواحد ستوك يساوي واحد سنتيمتر سكوير بير سكند. المتر سكوير بير سكند لا يساوي واحد ستوك. okay. الستوك عبارة واحد سنتيمتر سكوير بير سكند، بس هاي كلمة أور يعني إنه هذه وحدة وهذه وحدة ثانية، والتنتين يعبروا عن ما سميناه الكينيماتيك فيسكوسيتي. وواحد ستوك عبارة عن واحد سنتيمتر سكوير بير سكند which is equal to 0.1
0.0001 متر سكوير بير سكند. لا أظن عندنا الجدول اللي على اليسار هون dynamic viscosities of some fluids. أوكي. مش حاطين لنا kinematic viscosity وإنما dynamic viscosity. وهذا هو اللي على الأغلب من من منشوفه في الكتب. منشوف dynamic viscosity. فخلينا في dynamic viscosity. الديناميك فيسكوسيتي الوحدة المشهورة لها ما يسمى بالسنتي إبواز هي سمول سي كابيتال بي ورباط كابيتال بي ورباط وهي سنتي إبواز. هلأ سنتي معناها إيش كسنتي زي سنتي ميلي دي سي شو معنى سنتي؟ 10^2 يعني واحد على مية واحد على مية. فكأنه عم نحكي إنه السنتي إبواز عبارة عن واحد على مئة من الإبواز. أوكي. فبالتالي مش موجود هون عندنا السي بي بس هي اللي تكتب عادة في المراجع. عادة المراجع بيحطونا الفيسكوسيتي بوحدة السنتي إبواز والبواز تكتب كأنها بويز بس تقرأ بواز. أوكي. فواحد بواز عبارة عن 100 سنتي بواز. وإذا عبيت ونعكسها واحد سنتي بواز أوكي اللي هو الفيسكوسيتي للمي واحد سنتي بواز عبارة عن واحد على 100 من البواز. لكن البواز والسنتي بواز مش هي الاس اي يونت. الاس اي يونت اللي هي الباسكال سكند. والواحد بواز يساوي 10.1 باسكال سكند. أوكي. وبالتالي بصير الواحد باسكال سكند كم سنتي بواز؟ ألف. هلا فيش داعي تحفظ الحكي هذا كله. اللي بيهمك تعرفه ما يلي. إنه الواحد باسكال سكند عبارة عن 1000 سنتي بواز أو إذا حبيت 1 ملي باسكال سكند يساوي 1 سنتي بواز لأنه 1000 سنتي بواز عبارة عن واحد باسكال سكند عفواً عبارة عن الواحد باسكال سكند عبارة عن 1000 سنتي بواز اقسم 1000 اقسم 1000 الملي هو 1000 صافي 1 ملي باسكال سكند عبارة عن 1 سي بي والسي بي هي الباسكال سكند. طيب الآن شو طب الاس اي سيستم اوف يونتس شو بيحكوا الفيسكوسيتي كيلوغرام على متر سكند اللي هم مذكورة كيلوغرام على سنتيمتر سكند والماء مثلا على 20 درجة سيليزيوس يساوي 0.001 كيلوغرام على متر سكند والكيلوغرام على متر سكند اللي هي باسكال سكند لأنه كيلوغرام على متر هو الباسكال وبالتالي كأنه هم نحكي بلغة السنتي بواز شو تساوي؟ واحد سنتي بواز. هلا كويس الواحد يكون هون في شوية حفظ بدك تحفظه. شو منحفظ؟ تحفظ ما يلي. الفيسكوسيتي للماء عبارة عن واحد سي بي. أوكي. والواحد والمئة سنتي بواز عبارة عن واحد بواز. اسمها سنتي بواز. والباسكال سكند عبارة عن 1000 سنتي بواز. وسلامتكم هاي ثلاث شغلات تكونوا حافظينها حفظ. هلا لأنه إحنا امتحاناتنا عادة أونلاين الأيام هاي أونلاين وكمان عنا ال open book open notes open الله أعلم شو كمان لن تحفظوها الآن بس في المستقبل أو على الأغلب مش حتحفظوها الآن بس أنا دائما بحث الطلاب إن يكون في عندك ريفرنس بين ريفرنس يعني أنت حافظ إشي في رأسك لشيء معين
اوكي زي مثلا انتم كلكم بتعرفوا انه الدنسيتي للماء شو تساوي؟ 1000 كيلو جرام بالمتر كيوبيك. طيب او 1 جرام بير سنتيمتر كيوبيك، 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب. هلا انا بالنسبه لي حافظ 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب، ولما بدي اياها بالكيلو جرام او للمتر المكعب بحولها في راسي تحويله سريعه. اوكي وانتم نفس الشيء. الان زي الماء بدك تعرف له، زي ما انت عارف الدنسيتي للماء انها 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب، بدك تعرف كمان انه الماء الفيسكوسيتي له كمان 1 سنتيبواز، واليونت بتاعت السنتيبواز اللي هي جرام على سنتيمتر سكند. اوكي او اذا حبيت تحول التحويلات اللي امامك، يعني نصيحه انك تمشي بالتحويلات لبعض المواد بس حتى يصير في عندك سرعه وفهم لهذه التحويلات. خلينا نطلع على some other fluids شو كيف الفيسكوسيتي بتاعتها مقارنه بالماء. فمثلا الكيروسين، شو الكيروسين؟ الكاز مستخدمه بالتدفئة. لاحظوا الفيسكوسيتي تاعته 10 أضعاف الفيسكوسيتي تاعت الماء. هل هي محسوسة؟ هل بتحس إنه الكيروسين بالفعل more viscous than water؟ لا مش كثير ملاحظ. لا عشان تلاحظها بدك تجيب لك كاسة تحط فيها مي وكاسة تحط فيها كيروسين وتجيب لك ملعقة وتبدأ تحرك هون وتحرك هون بنفس الوقت، يعني إذا إيدك حساسي جدا ببين. بس هل يعني تلاحظ بسرعة؟ لا تلاحظ بسرعة. بينما لو جبنا زيوت تشحيم lubricants، لاحظوا الفيسكوسي تاعتها 100 ضعف الماء، وواضح الزيوت ما هي فيسكوس، يعني بين هاي بالنسبة لنا. لاحظ لما نروح على مواد أخرى زي الدبس مثلا، الملاسس اللي هو الدبس، 100,000 ضعف للماء. هلا أنت بتعرف إنه الدبس more viscous than water، بس تعرف قديش more viscous. برضو بيجي كمان موضوع أي نوع من أنواع الدبس يا دكتور. الدبس كمان أنواع، مخلوط بمي ولا مش مخلوط بمي، بس كلنا بنتفق أن الدبس is a viscous material. فلا ممكن نروح لأشياء صناعية ما عندكم feeling لإلها، زي مثلا البولي إيثيلين، والبولي إيثيلين هي مادة بلاستيكية. أوكي. هل قابل للانصهار؟ نعم، البولي إيثيلين على حرارة حوالي 200 درجة سيليزيوس بتحول لليكويد. أوكي. قديش الفيسكوسيتي تاعته للمولتن اللي هو اللي منسيحه على حرارة مرتفعة نوعا ما؟ حوالي 1,000,000 سنتيبواز، اللي هو 1,000,000 ضعف الماء. فبالتالي هذا بيدك ما بتحرك، بده مكينة عشان تحركه. يعني إيدك مش هي المقياس، إنه عرفت تحركه معناها صار له فيسكوسيتي، وإذا إيدك ما عرفت تحركه في ملعقة معناها صار سوليد. وتتذكر المثال اللي ضربته زمان في الأسفلت اللي بيطلع من التوبينج يونت أو الأتموسفيريك ديستيليشن يونت في الريفاينري، إذا ما بتقدر تحرك المادة الأسفلتية اللي تيجي في برميل أو في تنكي، مادة صلبة شيء عفوا للعين المجردة وللمس بتبين أنها مادة صلبة، لكنها هي ليكويد، بس إيدك ما بتقدر تحركها بسبب أنه بدك فورس عالي، تورك عالي تستطيع أنك تحركها. وهذا مبين من الفيسكوسيتي تاعتها اللي مش مذكورة عندنا هون. طيب هون يعني هون على الجدول هذا اللي هون بس مور ديتا. لأن اللي قفزت عنده الغازات بشكل عام الفيسكوسيتي تاعتها تقريبا 1/1,000 من الفيسكوسيتي تاعت الماء. شوفي عندنا هون أشياء على اليسار يعني كويس نحكي عنها. نعم كويس نحكي عن هدول. اوكي انجن اويل، بعضكم الحشريين اللي بيحبوا هيك بحبشوا في السيارات، لما بدك تحط زيت للسياره، غيار زيت، بتغير زيت. اوكي اول شيء بتلاحظ انه على علبه الزيت محطوط كود، اوكي SAE وراء
أرقام وقد يكون أرقام ورمز، رقمين ورمز أو رقمين. مرض بحطك مثلا 30/50 مثلا. أوكي. هاي الأرقام لها معنى أنا نسيته، بس هي تعبر عن الفيسكوسيتي للمادة للزيت، تعبر عن الفيسكوسيتي للزيت. فبنلاحظ أنه بالصيف بحطوا زيت رقمه يختلف عن بالشتاء. شو علاقة الصيف والشتاء بالزيت؟ درجة الحرارة. يعني درجة الحرارة عايش بتأثر بالنسبة للزيت على الفيسكوسيتي بتاعته، على الفيسكوسيتي. فمنلاحظ مثلا SAE 50 الفيسكوسيتي بتاعته مرتفعة، بينما SAE 30 الفيسكوسيتي بتاعته منخفضة. هلا لو كنت انت بدك تغير زيت للسيارة او تحط زيت للسيارة زي هاي الايام اللي احنا فيها ايام الشتاء، بتحط زيت 30 ولا زيت 50؟ 50. ليش 50؟ الفيسكوسيتي اعلى عشان الجو ابرد. ما هو الفيسكوسيتي اعلى. بالعكس صاحب العقل. انت عم بتفكر بايش بتحكي؟ امين اللي عم بيحكي؟ راجع نفسك يا امين بصوت عالي. يلا بنحصل الحين الفيسكوسيتي بتاعته اقل. نعم، بالشتويه اصلا الزيت بيجي جامد، يعني بسبب انخفاض درجه الحراره. فاذا بروح بحط له زيت فيسكوسيتي عالي وهو اصلا بارد، يعني فيسكوسيتاته بتزيد. فبالتالي هذا حركته في الانجن بالذات لما بدك تبدا تشغل، بس بيعطي يعني كانه بيقاوم الانجن، بصير تزييده للانجن اضعف، لانه بده يصير كانك عم تجبر الانجن لسه تحرك الزيت. فبالتالي بالشتويه بتحط له زيت بين قوسين خفيف، خفيف يعني فيسكوسيتي منخفضه، وبالصيف بتحط له زيت اثقل لانه ارتفاع مع الصيف درجه حراره اعلى، وبالتالي الفيسكوسيتي بتكون اقل. وبالتالي بالصيف درجه حراره عالي فيسكوسيتي بتكون اقل، فانا بروح بحط له زيت فيسكوسيتي عالي لان درجه حراره العاليه بتخلي الفيسكوسيتي تنخفض معك. لان لحظه هذول التنتين عشان تقارنهم ببعض لازم درجه الحراره تكون مذكوره معهم، ومذكور فوق انه الحراره 20 درجه سي. فبالتالي هذه الزيوت، هاي الارقام اللي عندنا هون على 20 درجه سي، فديس از مور فيسكس بحطه بالصيف، ذس از ليس فيسكس بحطه بالشتاء. ها صرتوا الان خبراء غيار زيت للسيارات. انتبه، في الفيسكومتري. شو يعني فيسكومتري؟ هي كلمه من كلمتين مدموجات ببعض. أداة قياس مثلاً الفيسكوسيتي؟ نعم، هي الفيسكوسيتي ميترينج. كيف بعمل ميترينج؟ يعني ميترينج يعني قياس. كيف بمتر الفيسكوسيتي؟ يعني كيف بقيس الفيسكوسيتي؟ How is viscosity measured؟ هلا في أكثر من طريقة لقياس الفيسكوسيتي، من أشهرها اللي بنسميه الروتيتينج فيسكوميتر. الروتيتينج فيسكوميتر بشكل بيسك يعني عبارة عن two concentric cylinders with a fluid and a small gap between them. يعني هذا عبارة عن سيلندر، هذا سيلندر داخلي وهذا سيلندر خارجي، وبكونوا محطوطين بشكل عمودي مش بشكل أفقي زي ما الآن مبين لنا. يعني أنا عم بتطلع على الرسم هاي كأني عم بتطلع على two cylinders من فوق. أوكي، عم بتطلع عليهم بهذا الاتجاه، وبالتالي شو بشوف؟ بشوف السيلندر الداخلي وبشوف السلندر الخارجي، وفي بيناتهم بكون انا معبي التشامبر البينيه، معبيها بالفلويد اللي بدي اقيس الفيسكوسيتي له. السلندر الداخلي بدور والسلندر الخارجي ثابت. فلما بدور السلندر الداخلي الفلويد الملامس له بصير يمشي بنفس سرعته، والفلويد الملامس للسلندر الخارجي بتكون الفيلوسيتي له سرعه الدوران له صفر. الان فالجاب، هاي المسافة بين التو سيلندرز رمزنا لها بالحرف L، أو إذا حبيتوا دلتا R، وال R هي الراديوس. فR1 هي الراديوس الداخلي، وR2 اللي هو من السنتر هون لبرا لهون، مش لبرا برا، لا للسطح الداخلي لهون. أوكي،
وبالتالي بتصير L اللي هي المسافة من السيرفس الخارجية من جوة للسيرفس تاعت السلندر الداخلي which is equal to delta R أو إذا حبيت R2 ناقص R1. طيب لحد هسه احنا عم نوصف شكل الأداة هاي شكل الميتر هذا. هلا إذا L على R، R هو الراديوس الخارجي، الراديوس الخارجي لـ R2 بمعنى آخر. إذا L على R is much less than 1 then the cylinders can be modeled as flat plates وبالتالي بصير velocity لها linear profile بين بيناتهم، يعني المسافة بتكون بين هاي السيرفس وهاي السيرفس بسيطة جدا، يعني قد تكون مثلا 1 مليمتر على سبيل المثال، وهون هذا الراديوس مثلا خلينا نقول مثلا 5 سنتيمتر والمسافة بين البليت والبليت 1 مليمتر، بصير ال على ال R is much less than 1. يعني إذا الراديوس هذا كان مثلا 5 سنتيمتر، 5 سنتيمتر يعني 50 مليمتر، وإذا الجاب اللي بينه خلينا نسميها 0.1 مليمتر، أوكي أقول لكم خلينا نقول 1 مليمتر، شو بصير الرقم هذا 0.02، أوكي الريشيو تاع L على R 0.02، أنا أقول الريد الخمسة هالآن 0.02 مقارنة بال1 is much less than 1 then the cylinders can be modeled as flat plates. هلا التورك نرجع للفيزيكس اللي هو الفورس ضرب المومنت، اوكي المومنت ار، المومنت ار عندنا اللي هو ار1 لانه هذا السلندر هو اللي عم بيعمل روتيشن، فالفورس ضرب الار بيعطيني التورك. هلا التانجنشال فيلوسيتي عباره عن الانجولار فيلوسيتي ضرب الراديوس، الانجولار فيلوسيتي اللي هي اوميجا ضرب R1، والأوميجا هي الأنجلر فيلوسيتي. شو الأنجلر فيلوسيتي اليونيت تاعتها؟ لاحظوا فيلوسيتي بس هي بالأنجلز عبارة عن راديانز بير سكند، أوكي والأنجلر ديستانس ترافلد إن وان روتيشن إز 2 باي والوحدات تاعتها بالراديانز، وبالتالي بصير الأوميجا إز إيكوال 2 باي ضرب سرعة الدوران الـ RPM تقسيم 60. شو معنى RPM؟ RPM اختصار revolutions per minute، دورة في الدقيقة، وقسمنا على 60 عشان نسويها دورة في الثانية، هاي عبارة عن هيك دورة في الثانية ضرب 2 باي اللي هي قيمة الدورة الواحدة، هاي بنسميها angular velocity. هذا كله ياتو عشان نوصل في الأخير للفورميلا هاي، أوكي للفورميلا هاي إنه الفيسكوسيتي بالأخير بده تساوي الشير ستريس على الفيلوسيتي جريديان دي في دي آر، أوكي الشير ريت اللي هو دي في دي آر which is equal للفيلوسيتي للإنترنال الإنترنال شو بسموها سيلندر ضرب الديستنس البينية، والشير ستريس اللي هي الفورس على الأريا بدلالة المومنتم عفوا بدلالة التورك، أوكي على الراديوس الخارجي الكبير على 2 باي ار ال 2 باي ار ال، وبالتالي بتدمج بتعوض التاو هون ودي في دي ار اللي هو في زيرو على ال، وبالتالي اشوف الصفحه اللي بعديها شوفي لا مش موجود في شيء ناقص عندنا هون بس بامكاننا نستنتجه، شو بيطلع لنا هون بده يطلع بالأخير عندك إذا أنا بقيس وين راح التورك، أوكي وعندي المسافات البينية وعندي تغير الفيلوسيتي مع الديستانس البينية، أوكي بإمكانه يطلع معي الفيسكوسيتي، فبطلع عندنا بصير عندي جهاز بقيس فيسكوسيتي. طبعا في طرق أخرى لقياس الفيسكوسيتي. نعم نيجي للموضوع اللي بعده، موضوع السيرفس تنشن بيهمناش كثير في المادة هاي لأنه يعني بدنا نحكي عنه بس هو براكتيكلي له علاقة بالسيرفسز اللي هو السيرفس تاعت الليكويدز تحديدا، يعني ما في شيء اسمه سيرفس تنشن لغاز بس في سيرفس تنشن لليكويد، ما في سيرفس تنشن
solid بس في surface tension للليكويد. فبالتالي surface tension بالعربي يسموه التوتر السطحي هو للليكويدز. فمقول liquid droplets behave like small spherical balloons filled with liquid and the surface of the liquid acts like a stretched elastic membrane under tension. ما علينا في التعريف هاي. الآن surface tension is the tendency of the surface of a liquid to behave like a stretched elastic membrane اللي هو جاي من التعريف اللي فوق. It is caused by the attractive forces between molecules. الآن لاحظوا إذا نفترض أن هاي عندي هون سطح الليكويد. هاي هون سطح الليكويد. Okay. وهاي هون عندي البلك. هذا موليكول. Okay. هذا الموليكول في عندنا forces that are acting on it أو it is acting on بجميع الاتجاهات. لاحظوا الأسهم هاي بجميع الاتجاهات. خلاف الموليكول اللي على السطح. خلاف الموليكول اللي على السطح في موليكولز بجنبه على الدائرة طبعا وتحته. بس فوقه هون ما في موليكولز. فبالتالي هذول الموليكولز اللي على سطح السائل لهم يعني لهم صفاء مش الموليكولز وإنما البيهيفير بده يكون مختلف عن البيهيفير عن الموليكولز اللي في البلك. اللي في البلك الفورسز acting على الموليكول أو by the molecule in all directions بينما على السيرفيس مش بكل الدايركشنز لأنه الدايركشن باتجاه العلوي أوكي اللي هو بالاتجاه الآخر اللي ما في ليكويد مختلف في الفورس هون. هلا the fluid tries to take a shape that would have the greatest number of molecules near the center وبالتالي بصير السفير اوكي هي الشيب الاكثر استقرارا. The fluid tries to minimize its surface area وبالتالي كل مكان عنده يعني خذوا هاي الصوره اللي هون عباره عن زي كانه ورد على سطحه فيه ماء وملاحظ الماء جاي بشكل دروبليتس كميته صغيره فبالتالي دروبليتس مش عارفه تشبك ببعض. بس ليش ما عم تفرد؟ ليش الماء عم بشكل دروبليتس وما عم بينفرد فرد؟ يعني جبت انت الان لوح قزاز اوكي ودركت عليه يدوب نقطه ماء نقطه من الماء فالنقطه الماء تظهر بهالشكل هذا وهذا السطح اللي هي ملامسه له. خلينا نطلع على السطح بهذا الشكل اوكي وهاي نقطه الماء مثلا بهالشكل. هلا بتروح على فلويد ثاني بتلاقي الدروبليت تاعته الزاويه هاي هون تختلف عن الزاوية هاي يعني وكأنه عم نحكي هاي الزاوية شو اللي بيخليها تنفتح بزيادة أو يعني هاي تزيد هيك أو تنقص لدرجة أنه الفلويد يروح يعمل شبه سطح كأنه موازي للسيرفس وليس دروبليت. موضوع السيرفس تنشن. السيرفس تنشن هو عبارة عن فورس بس بدل ما يكون فورس على أريا هو فورس على لينث لأنه نتحدث احنا عن سطح ليكويد. Enough talking about this. Surface tension بهمنا في الحالات اللي بيكون في عندي فيها interface. شو يعني interface؟ مثلا ليكويد مع vapor, ليكويد مع غاز او ليكويد مع ليكويد. ليكويد مع ليكويد زي مثلا الزيت والمي. السطح السيرفيس اللي هي الانترفيس بين الماء والزيت هاي السيرفيس اللي طبعا هم بيختلطوش بعض لانهم not miscible. Okay. بس شو اللي بيخلي مثلا هاي كاسة وهاي عندنا فوق زيت وتحت مي بنلاحظ وهاي هون سطح الزيت بهالشكل. هاي الزاوية اللي ماسكي هون تعتمد على نوع الليكويد والفلويد اللي فوقها بس لازم يكون عندي هون ليكويد هنسميها L1 وهون لازم يكون في عندي ليكويد اللي يكون L2 ما بيختلطوا ببعض وبالتالي بيعملوا انترفيس والانجل هاي بتكون قوية هيك لتحت او شبه مسطحة حسب السيرفس تنشن بين الليكويد ليكويد وبين طبعا الحالة الثانية بين الليكويد والفيبر أبوف ذا ليكويد. يعني في مادتنا معظم الحالات عندنا يمكن كلها حتى مش هنتعامل مع السيرفس تنشن لانه عندنا فلويد فلو فإما gas is flowing all the way أو liquid flowing all the way ما حنتعرض نتطرق للinterfaces هاي. طيب هاي هون شوية أرقام
لبعض الفلويدز عشان يصير عندنا فيلينج للسيرفس تنشن. بهمني اكثر شيء الماء بيناتهم. السيرفس تنشن تاعه 0.073 نيوتن على متر، بينما الميركوري حوالي 10 اضعاف هذا الكلام. بينما السوبس اللي هو الصوابين لها سيرفس تنشن منخفض. اوكي، يعني من الابلكيشنز اللي بكون السيرفس تنشن فيها مهم جدا موضوع تصنيع والبرفورمانس تاع تصنيع الصوابين المواد الصابونيه والبرفورمانس تاعها، لان ماده الصابون بتشتغل على تقليل السيرفس تنشن بحيث انه الانرجي بين السيرفس والسيرفس الثاني للليكويد والزيت مثلا، كل ما قللت السيرفس تنشن كل ما صار احتماليه انه واحد منهم يمشي من خلال الثاني بتزيد. بتمنع في موضوع استخراج النفط هيك ابلكيشن. طب ننتقل لبارامتر ثاني بالفلويدز بيهمنا كثير، هذا البارامتر هو موضوع البريشر. فمقول بريشر هو نورمال فورس اكزيرتد باي اي فلويد per unit area of the acting surface. كل هذا بتعرفوا انه البريشر عباره عن فورس على الاريا، السيرفس تنشن فورس على ديستانس، لانه سطح السائل 2 dimensional بينما البلك اللي هو 3 is a 3D. الوحده المعروفه للبريشر بالاس اي سيستم اوف يونتس اللي هي الباسكال، واللي هي عباره عن نيوتن which is force على متر سكوير which is area. نيوتن على اريا اللي هي نيوتن على متر سكوير هي الباسكال. هلا بمر علينا في الكتب بتاعت الانجينيرينج بي اس اي، بمر علينا بي اس اي اللي هي باوند فورس بير انش سكوير، باوند فورس لكل سكوير انش. فهاي باوند فورس لكل سكوير انش. بمر مرات علينا وهي ليست شائعة كتير بي اس اف. في حدا بيعرف بي اس اف اختصار ايش؟ شبيهة باي سكوير فوت. نعم، باوند سكوير فوت، باوند فورس بير سكوير فوت. تنساش بير سكوير فوت، مش حاطين كلمة البي. اوكي، يعني هاي باوند فورس. هلا بير مش مكتوبة بس تعرف انت بير سكوير فوت، ليست شائعة كثير بس موجودة. طيب هلا example for vertical column under the influence of gravity the force acting on the system is the weight of the fluid. بس عشان نعرف انه pressure is equal to rho g h which is rho g h. وين مرت عليك rho g h؟ بالجيج بريشر كأنه، لا قبل جيج بريشر. وين مرت عليكم؟ قصدك كمادة؟ لا روجي اتش. اوكي، وين مر عليكم روجي اتش؟ انتم مر عليكم ايش؟ ام جي اتش، روجي اتش اذا بتتذكروا بالفيزياء. اوكي، بالفيزياء بدناش نركز كثير عليها، بس رو جي اتش هي وحدتها وحدة بريشر. اوكي، على كل حال اليونتس اوف بريشر المتعارف عليها بالاس اي هي الاتموسفير اللي هي الباسكال، وعند هاي وحدة الاس اي 1 بار 10 اس 5 باسكال، ومنحب نستخدم الكيلو باسكال فبصف 100 كيلو باسكال. هلا احنا في مادتنا وفي الانجينيرنج عندنا اليونتس المستخدمه للبريشر الاكثر شيوعا هي البي اس اي والبار، مش الاتموسفير. الاكثر شيوعا بي اس اي وبار. هلا انتم لحديت سنه اولى جامعه تقريبا بتتعاملوا مع الاتموسفير بالفيزياء ومش عارف ايش، واحد اتموسفير. الواحد اتموسفير والواحد بار لا يساوي بعض بس قريبين جدا من بعض. لاحظوا واحد بار عبارة عن 100,000 باسكال، بينما الواحد اتموسفير عبارة عن 101,000 باسكال. فالفرق بينهم بسيط. هيها واحد بار عبارة عن 0.986 اتموسفير. طيب نتوقف عند هذه النقطة
ونتابع في المحاضرة القادمة على موضوع الأبسولوت بريشر والجيج بريشر والفاكيوم بريشرز and so forth. يعطيكم العافية. دكتور بس ما تنزل تنزل الريكورد اليوم. إن شاء الله. يعطيك العافية. الله يعافيك. طب انت حاضر المحاضره جيب لك ريكورد للي مش حاضر بدور على